الصحة تكشف زيف الادعاءات جرحى فقط جراء المواجهات. الكاظمي يستل سيف التحقيقات والعراقيون ينتظرون ما هو آت. الصدر ينصح التظاهرات الولائية: ابقوا على تظاهراتكم سلمية ولا تلطخوا سمعة الحشد بالدموية، سندافع عنكم في الحكومة الصدرية. ملامح الحكومة المقبلة تكتبها المشاورات: الثلاث الكبار ينسجون تحالفات لتشكيل كبرى التكتلات والإعلان بعد المصادقة على نتائج الانتخابات. وبغداد الأبية ترفع الفرح شعارا للحرية، ماراثون السلام ينطلق رغم الأذية، فعالية مبهجة يقدمها الشاب والصبية.